يا اسطى والله العظيم خلصانه، مفيش حد هيشتري السنه دي. صحيح، هي فين الزباين؟ عند امك. انت تستهبل يا عم. والله العظيم مش قصدي، هما فعلا عند امك هناك اهم. معلش تعالى على نفسك شويه. والله بين الشارع والبيع ايه؟ قعدت تدق فيها اهو، جاي يشتري اهو. يعني مفيش حد والله هيشتري. تراهن؟ انت عارف احنا بقينا بكام دلوقتي؟ وانت ليه محسسني ان انت نيمار؟ شويه كده اهو هتتعلم. اتربوا في عزك، اتربوا في عزك. شفت مش قلت لك اهو؟ ماشي هنعيش يا ابن الفقريه. يا رب نفسك اتجوز يالا، ويبقى عندي عزوه كده من الخرفان، قطيع خرفان كبير قطيع كده في ساحه السنه الجديده. في ساحه السنه الجديده يا اسطى، وهنعيش والدنيا تبقى حلوه وهناكل فرسين والله. ابي هالخروف يعني خروف حلو. ممكن هذا هو تحت ماما. دي ماما طول عمري فقري. عايش عايش الحمد لله عايش. خلاص اجيب لكم اثنين. ماشي منواف، يلا سلام سلام. انا ابي هالخروف الثاني صديقة. والله ما قصرت يا معود، تسلم. كل عام وانت بخير.